حقيقة نؤمن بإله واحد. الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود مخلوق، مساوي الآب في الجوار، الذي به كان كل شيء. هذا لازم من أجل نحن البشر، من أجل خلاصنا، نزل من السماء وتجسم الروح القدس أم مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس بونتي، تألم وقبر وقام بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأذن يأتي في مجده دينا حياة الأموات الذي ليس المقيم قضاء. نعم نؤم الروح القدس الرب والمحيم بثر من الآب نزلهم مجده مع الآب ولم الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمخفية خطايا وانتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين. تنغوشت أفول خايت أنتي أناستاسي سألتني رف موت نم بأنخ أنت بأونس نيو آمين. اللهم ارحمنا عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا. ناخذ بركة تضميخ رفاة هذه الشهيدة العظيمة قديسة بربارة اللي بنفخر بوجود رفاتها موجود معنا في كنيستنا المباركة. الله يجعل وجوده باستمرار معنا سبب بركة وشفاعة من أجلنا أمام رب المجد يسوع. نهاردة عيد استشهادة اللي هو موافق يوم 8 كهك أو يوم 17-12. Oh,
قوتي. إيمون شرث أوتوك فرثان وبزبابو سايبر تو كوزمو تون صوتي رياك تون تاوني مون بروت فرن بندادون إيمون إيمون سام غالين ومن شارع سعوتك فرسان نترثو إمانويل تزبنا في روامي شارع ثي الطاكسيس أنجلون شارع ثي بروستاس يايمون تو بطريك تونث أونيمون سمن غالي نومن شرس وطوك فرسن انسوك بنو تبر شغناك انجبيقو خنسيون باتيناك انان بشيخ يرو سالين سمن نومن شرك خريطو مني ماريا ο Κύριος μετάσω σε μεγαλύνουμεν ο Κύριος μετάσω Άγιος εσύν ο Πέτυρ βασίλευσίν θε έπενσε έβιο γένος εν ζώξεν το πνεύμα το Άγιο δικαιός γέστη εν ο βατήρ ο βοηθήν τέβεσε έβιο ζωήν εν εγωρανήν το πνεύμα το Άγιο υπένος γέστην ο πέτυρ της αυρήν τε επεντεύειο Ιησούς εν εποράνιον του πνεύματο Άγιο Κύριος γέστην ο πέτυρ Σύρθε έβεσε βιώματος ευωρανίων το πνεύμα το Άγιο Νημείος γέστη ο Πέτυρ ψάλευσιν θε έβεντε έβιο όντως εν ευωρανίων το πνεύμα το Άγιο ποιμένος γέστη εν ο πέτυρ λαραυσίν θεύενσε έβιος σταυρός εν ευωρανίων το πνεύμα το Άγιο ποιμένος εν ο πέτυρ ημών φύγειν θε εμπένθε εύειο φωστήρ εν εποράνιον το πνεύμα το Άγιο προσέρεστην γέστην ο πέτυρ ευσάλα σύνθε εμπένθε εμποράνιον το πνεύμα το Άγιο سبع مرات كل يوم من كل قلبي أبارك اسمك يا رب الكل ذكرت اسمك فتعزيت
يا ملك الدور وإله لي يا يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الذي أتى من أجل خلصنا متجسدا وتجسدا من الروح القدس ومن مريم العروس طائرا وقلب حزننا وكل ضيقنا إلى فرح قلبي وتالي الكل فلنسجد له ونرتل لأمي مريم الحمامة حسنا ونصرخ بصوت تالي قائلنا السلام لك يا مريم أم عمانوئيل السلام لك يا مريم خلص بنا آدم السلام لك يا مريم أم الملجأ السلام لك يا مريم تالي الحواء السلام لك يا مريم فرح الأجيال السلام لك يا مريم فرح هابيل البار السلام لك يا مريم العذراء الحقيقية السلام لك يا مريم خلاص نوح السلام لك يا مريم غير الداني سناديا السلام لك يا مريم نعمة إبراهيم السلام لك يا مريم إلك للغير المضمحين السلام لك يا مريم خلاص حق القديس السلام لك يا مريم أم القدس السلام لك يا مريم تاني ليعقوب السلام لك يا مريم ربوات مضاعفة السلام لك يا مريم فخر يهوزا السلام لك يا مريم أم السيد السلام لك يا مريم كرازة موسى السلام لك يا مريم والدة السيد السلام لك يا مريم كرامة صموئيل السلام لك يا مريم فخر إسرائيل السلام لك يا مريم ثبت أيوب البار السلام لك يا مريم الحجار الكريم السلام لك يا مريم أم الحبيب السلام لك يا مريم ابنة الملك داود السلام لك يا مريم صديقة سليمان السلام لك يا مريم رفعة الصديقين السلام لك يا مريم خلاص أشعياء السلام لك يا مريم شفاء أرميا السلام لك يا مريم علمي حزقيال السلام لك يا مريم نعمة دانيال السلام لك يا مريم قوة إلي السلام لك يا مريم نعمة إليشع السلام لك يا مريم والدة السيد السلام لك يا مريم أمي يسوع المسيح السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة السلام لك يا مريم أمي ابن الله السلام لمريم التي شاهد لها جميع الأنبياء وقالوا هو ذا الله الكلمة الذي تجسد منك بوحدانية لا ينطق بمثلها مرتفعة أنت بالحقيقة أكثر من أثار رؤيتها الممتلئة ناما ما هي العصا إلا مريم لأنها مسلبة ليتها حبلت وولدت بغير مضاضعة ابن العلي الكلمة الذاتي
بصلواتها وشفاعتها. افتح لنا يا رب باب الكنيسة. أسألك يا والدة ليلى اجعل أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين، فلنسأل أن تطلب عنا عند حبيبها ليغفر لنا. دعيتي يا مريم العذراء الزهرة المقدسة التي للبخور، التي طلعت وزارت من أصل رؤساء الآباء والأنبياء مثل عصا هارون الكاهن، أزهرت وأوثقت ثمرا لأنك ولدت الكلمة بغير زرع بشر وبطوليتك بغير فساد. فلهذا نمجدك كوالدة إله، اسألي ابنك ليغفر لنا. أري برز Χριστός εν τευκένε ενώ ο βινάνε βόλτο πέμερτσο εισέρι εγώνο τη σελέτε τεβε Χριστός τη Άγια μη Μπαρβάρα εν τευκένε ενώ βινάνε βόλτο πέμερτσο εισέρι εγών πενιό وابن زيكاوس أعظى براءً بأبسكوبوس انت فكان النوفي نان إيفول راشين أوتي ثاؤو توكوس ماريا مافن إيسوس فيخ رستوس راشين أوشالي تبخ رستوس تياغي يا أمي باربارا راشين أوشالي أنسيون سليل أم مافق مافق أمب أورو الفرح لك يا والدتي الليلة مار يا أمي يسوع المسيح. الفرح لك يا عروس المسيح القديس الحقيقي يا بار بارا سليل مبنوتي ام بين ويسوس تلالو يا مبنوتي ان ياكوب راشين اوتي ساوتوكوس ماريا ما فيني إيسون بخريستوس
عصر عشينا أوتي شالة تبخرس توستي أكي يا أمي باربارا إفنا ثنيل إنجي يعقوب إفنا أونو فنجة بإسرائيل راشينا أوتي سأوتك أسماري يا إزما بنيسوس بخريسوس الفرح لك يا عروس المسيح القديس الحقيقية باربارا حسنا تالي شاني أنا أنسى تساؤتكوس ماريا ما فيني إيسوس في خريستوس راشينا أوتي شالت أنت بخريستوس في آجيا أمي باربارا فالثاني الصوتين الوليتين نوتين امبر كوتين الفرح لك يا والدة الليلة مار يا أمي يسوع مسيح الفرح لك يا عروس المسيح القديس الحقيقية باربارا أبايت أوبران ذباب الأسخ أوتالي راشين أوتيت أوتوكوس مارياس مافين إيسوس في خريستوس الراشين أوتي شالة أنت بخريستوس تياكي يا أمي باربارا صاف أور من هرمونا نمنا تالي لها إن بكرا الفرح لك يا والدة الليلة ما يا أمي يسوع المسيح الفرح لك يا عروس المسيح القديس الحقيقية باربارا راشيناك أوبياغيوس بنيوت يسوع بابا أبرام أورون تتيرني موينان تجيرني سنينان تجيرني كان نوبي نان إبو الغور إبو لنقاج تتيت ليسيا أري صبترو سنسكم شاين المنو البنوتي خنتن ميتي تنقن بقو انت بفيوت نم بمنف مذواب انت فزمو رونتي انت فكوبو انانيت انت فطالت شوني شون انت انا نفسي شينا ننسو ما تنقوش تنمكو بخريستوس نم بكيوت نعاقاتوس نم بمنف مذواب جيئك ايئك صوتي امون تذكير اسمك في أفواه كل مؤمنين الكل يقولون يا إله بربرا إن أجمعنا
إذ إلي بلسان فاصح وأقدم لجلال التسبيح وامدح الشهيد عروس المسيح عروس المسيح بربارة بمعونة العناية الإلهية أخبركم عن هذه الصبية ولدت من عائلة وثنية عروس المسيح بربارة جيس قورس والدها الكافر كان يحبها حبا وافر بنى لها قصرا فاخر عروس المسيح بربارة أتم القصر بأحسن نظام وصنع حوضا وسط العمام من أفخر مرمر ورخام عروس المسيح بربارة وفي الحمام صنع طاقتين حسب رسم المهندس فكان تحفة الصانع عروس المسيح بربارة القصر دخلت بربارة ومعها يوليانا والأمارة فزاد قلبها فرحا واستنارا عروس المسيح بربارة تأملت في السماء وجملها والشمس والقمر ما أجمل نورها فقالت من الذي أمدحها عروس المسيح بربارة لقد علمت علمي اليقين في قلبها الطاهر يا سامع بوجود مبادع للعالمين عروس المسيح بربارة رفعت قلبها إلى السماوات وقالت يا خالق الموجودات عرفني طريق قبل الممات عروس المسيح بربارة بتدبير الرب القدس أرسل العلامة أوريجانوس دخل القصر لزيارة العروس عروس المسيح بربارة شرح لها أصول الإيمان من بدء خلقة الإنسان إلى تجسد الفاد الديان عروس المسيح بربارة أمانت بربارة في ألحل باسم يسوع الرب المتعال إنه أنقذها من الضلال عروس المسيح بربارة تخسلس في الحمام صنعت على مثال الثالوث قصدت وعلى الحوض الصليب رفعت عروس المسيح بربارة دخل والدها للزيارة فنظرت ما صنعت بربارة فقال لها ما أصل العبارة عروس المسيح بربارة قالت له بصوت عظيم الثلاثة قد كثلاث أقانيم لإله واحد بغير تقسيم عروس المسيح بربارة أما يا أبي الصليب المقام علمت يسوع رب الأنام الذي بدمه وهبني السلام عروس المسيح بربارة آلهتك يا أبي كذب حجارة صناعة الشياطين فتب وارجع في الحين عروس المسيح بربارة هربت الحرة منهم سامع من هذه الأقوال والدها السليك في الضلال فتحول كالوحش في الحل عروس المسيح بربارة جرت سيف ديوسقوروس وقد ملاه الشيطان وأراد أن يقتل العروس عروس المسيح
بربارة هربت الحرة منه في لحن فصادفها صخرة يا سمعي بالقدر قسمت لها قسم عروس المسيح بربارة في الصخرة العروس دخلت وبقدرة الله عليها انضمت وهي تصلي داخل المغارة عروس المسيح بربارة بحث عن الحرة المختارة وهجم عليها بكل جسارة وهي تصلي داخل المغارة عروس المسيح بربارة مثل الوحش وسب عليها والمركيانوس الوالي سلمها فلطفها الوالي ثم هدد عروس المسيح بربارة أزقها العذاب بكل نوع وقلبها للسماء مرفوع ولم تترك عريسها يسوع عروس المسيح بربارة رفعت نظرها إلى العلا وقالت اقبلني يا رب السماء وكمل جهادي يا ابن الله عروس المسيح بربارة بيد أبيها أمر الوالي أن تقطع رأسها في العالي وهي صابرة لا تبالي عروس المسيح بربارة أخذ والد غير الشارف إلى الجبل بشدة وتعنيف وبقسوة قطع رأسها بالسيف عروس المسيح بربارة صعدت روحها إلى السماء ونالت الإكليل مع شهيدت ودخلت العرس مع الحاكمات عروس المسيح بربارة نالت الشهادة بفرح وسرور في السام من كياك المشهور وفازت بمساكن النور عروس المسيح بربارة السلام لبربارة دور السلام للعفيفة الحرة التي نبتت بين الأشواك المرة عروس المسيح بربارة السلام للشهيدة يوليانا التي جهدت بأمانة صاحبة الشهيدة المعاناة عروس المسيح بربارة والسلام لمريم طهر الأطهر تشفع في جميع الحضر من حضروا واحتفلوا بتذكار عروس المسيح بربارة تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقول يا إلهي القديسة بربارة أعنا أجمعين خريسوس بخريستوس نمبشير إيسوس بخريستوس نم بابن من باراكليتون تترياس سوا بنوموسيون تترياس سوا بنوموسيون أريك فنان إيمانوي
إكليسيا انت نهو سمبور بخريستوس خنو مزمي نمو أغنية خنو مزمي نمو أغنية انت انتي طاي وانتي سكيلي بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعالوا يا حكماء الكنيسة لنسبح ونقول مدائح ونعيد بجسارة في عيد العذراء القديسة بربارة، ولنأخذ معنا الأرغن والعشر قيثارات وبقية آلات الموسيقى لنمجد الله يسوع المسيح الكلمة ونكرم شهيدته القديسة بربارة ذات الوجاهة التي قبلت الموعظة وفضحت أبيها ابن الشيطان بقوة المسيح ملك الدهور، وصبرت الفتاة الحكيمة بربارة العذراء على العذاب، ومن بعد هذا كله أكملت جهادها في اليوم الثامن من كيه وارتفعت إلى السماء ونالت إكليل الشهادة وعيدت مع صفوف الشهداء. فلهذا نمدح جهادها مع الملك داود النبي العظيم، لأن الملك اشتهى حسنها وهو ربها. بصلوات المجاهد الشهيد القديس الحقيقية بربارة، يا رب انعم لنا بغفران خطايانا. تعالوا كلكم اليوم معا يا أبناء الكنيسة لنسبح الملك المسيح بحق وطهارة، ولنكرم ذات الوجاهة القديسة بربارة العذراء الطاهرة الفتاة الحكيمة العديمة الشر، هذه التي أبوها المخالف بنى لها حماما وأمر رئيس المهندسين أن يفتح فيه طاقتين. فقالت القديسة بربارة للبنائين أن اصنعوا طاقة أخرى كمثال الثالوث، وفوق حوض الحمام علامة الصليب، فصار الماء في الحوض يشفي كل مرض. فلما نظر أبوها إلى الثلاث طاقات والصليب غضب على ابنته بربارة الحكيمة الهادئة، فهربت من أمامه ودخلت تحت صخرة فأمسكها بغير شفقة عليها وسلمها للوالي فأمر بعذابها. أما هي فصبرت على عذاباتها المتعبة، ونالت القديسة بربارة العقوبة من أجل المسيح الذي أحبته ملك الدهور. فلنغبطها نحن المسيحيين مع داود المرتل ونصرخ قائلين: إن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وزينك بكل نوع. اطلبي من الرب عنا أيتها الشهيدة المجاهدة العذراء الحقيقية بربارة ليغفر لنا خطايانا الكثيرة. أمين. خان فران أما في عدنا أما في ترياس سوى بنومو
المسيح بأمان
الفردوس. آه مريم العذراء والشهيد العفي شوي سنة تيران إيتا أوتو بوس ماريا أثمف إن بين سوتير إنت فكان النوبينا إيبو طويل من شوي سريع يقول أوتي شيلت إنت بخريستو في آجية إمي باربارا انت في كان النوبيناني بول طبين بشوي ساري يقون بين يوت ثقوى بين زي كأوس أبا أبران بيا بس كوبوس انت في كان النوبينان بول يا ملك هذه الليلة الطائر إلى العلوم بهذه التسبيحة اذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا المرضى اشفهم والذين رقدوا يا ربنا يا قوم واخواتنا الذين في كل شدة يا رب اعيننا واياهم ليباركنا الله ونبارك اسمه القدوس في كل حين تسبيحته دائما في جافس مرقوت الجاف يوتنا مبشيرين بدنا بما ازوى تترياس اجي كابوت تنوش تموس تنتي اوناس كيريا ليسون كيريا تمرون اب تشويس ناينان اب تشويس اسمه ايرون يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا ارسي صوتي أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين وصلي الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلباط قديسين روزف الدستاستة ومالجوكودس يا رب ارحم اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا ان نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك
أيها المسيح إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وشفاؤنا كلنا رجاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا شوي سنتينغوم كيريا فلوغي سونيك توكا تا ماتسيو ناغين ايفانجيليو تو اناغنو اسما دوكساسي كيريا تفو بمخافة امام الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس فصل من بشارة ماري معلمنا متى الانجيل البشير التلميذ الطاير بركاته على جميعنا من سوتير بنورو تيرين إيسوس بخريستوس بشيري مفنوتي تأخ بينا بشايني بيوفا بنوتي بشايني تنين يامين زقصاصي كيريان من تراتيل مزامير معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا امين افرحوا ايها الصديقون بالرب وتهللوا للمستقيمين ينبغي التسبيح من اجل هذا يبتهل اليك كل القديسين في اوان مستقيم باسم الرب إله القوات ربنا وإلينا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد كأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله فأعطى واحدا خمس وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنتان كل واحد على قدر طاقته وسافر فمضى الذي أخذ الخمس وزنات وتاجر بها فربح خمسا أخر وهكذا أيضا الذي أخذ الوزن الاثنتين ربح اثنتين أخريين وأما الذي أخذ الواحدة فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده
وبعد زمان طويل جاء سيد أولئك العبيد وحاسبهم. فجاء الذي أخذ الخمس وزنات وقدم خمس وزنات أخر قائلا: يا سيدي، خمس وزنات أعطيتني، هوذا خمس وزنات أخر ربحتا. فقال له سيده: حسنا أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ الوزنتين وقال: يا سيدي، وزنتين سلمتني، هوذا وزنتان أخريان ربحتهما. قال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدا. دي أنجلوس جشرك خارطو ماني أو كيريوس متاسو إزبيفايتن تي أوني أوسي أوتوكوس إنسيوني فن ماتيو أبشوي سريغون انت فكان النوبين عنيبو جيف زمروت جيف يوت نم بشيري نم بنف ما يثواب تتري ياسد جي كيفول تن اوش تموستنتي اوناس. يا أبانا الذي في السماوات، اتقدس اسمك، ليات من قوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا كافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبدي من خمرستوس إيسوس بان تشويس. فراسي مونتو كريو كلينا تنو بيون سو كيريا روس خمس يوم تبوبو آمين كيري نباسي كيتم نفماتي سو سيد ربي يسوع المسيح ابن الله الوحيد كلمة أب الذي قطع كل رباطات قطعينا من قبل الله مخلصة محية الذي نفخ وشة تلاميذ القديسين ورس أطهار قائلا: نقبل الروح القدس. من غفرتم خطايا غفرت لهم، من أمسكتم عليهم سكت أنت. الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسك أطهار أنعمت على الذين عملوا في كهنوت كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا خطايا العرب وتحلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك إخوتي وضعفي، نحن منحنين برؤوسنا مجدك المقدس، ارزقنا رب رحمتك، اقطع عنا كل رباطات خطايانا، كنا قد أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم، جزع القلب بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بصغر النفس. أنت أيها السيد رب العارف ضعف البشر كسعى محب البشر يا رب، إنم علينا بغفران خطايانا، باركنا يا رب، طهرنا حالنا وحال شعبك، املأنا يا رب من مخافتك وقومنا إلى إرادتك المقدسة الصالحة، لأنك أنت هو إلهنا وليك بك المجد والإكرام والعزة والسجود من الآن وكل أوان ظهر دور. منك يا ليسون كن يا ليسون كن يا ليسون أمين الليل يا ذوك سابت فيك أيوك أقيم نفماتي ايك استوس يون استون يون نامين تنوش فولين قوي مزجيو بن شويس إيسوس بخريستوس بميسي أبو الخين بيوت خاقو واني أون تيرو سوتي أمون وون اينان كريا ليسون كريا ليسون كريا فلوكي سون أمين اسمو إيروي اسمو إيرون ستيمي طانيا كوني فول قوي بيسمو كريستوس بن نوتي أمين اسأشوبي أيها المسيح إلهنا ملك السلام
السلام، أعطنا سلامك، قر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا الكثيرة، لك الملك والقوة والمجد والعزة والبركة من الآن وإلى الأبد أمين. اجعلنا يا رب مستحقين أن نناديك بدالة البنين قائلين بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، من مسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. شو تصلوا جميعا، كل سنة وأنتم طيبين. بركة وشفاعة هذه الشهيدة العظيمة القديسة بربارة تكون معكم ومعنا جميعا أمين. الآن محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون معكم جميعا.